السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب المشتركين في المنصة، ركزوا معايا. بالنسبة للامتحانات الجزئية، الحمد لله دلوقتي موجودة في الجروب، تمام، بالنسبة لثالثة ثانوي، وبالنسبة لأولى وثانية زي ما قلنا هتبدأ من بعد يوم 7، يعني من أول يوم 8 هتبدأ تنزل الامتحانات دي. طيب، بالنسبة للميزة اللي أنا قلت عليها، الحمد لله ربنا كرمنا بيها الشهرين دول اللي هم 4 و5، الميزة اللي هي الخاصة بإيه؟ بامتحانات نجوى إكزامز، الامتحانات دي اللي هي الشاملة دي يا جماعه، ما ينفعش ان انا انزلها كده مفتوحه زي باقي الامتحانات، ما ينفعش. يعني هي دي لازم تتحدد لها ميعاد ثابت، لازم احدده وكون معرفكم المعدة، بحيث ان انت تدخل في معدة الامتحان بالظبط. طيب، انا عملت ايه بقى؟ قلت اخترت ميعادين الطلبه بيحبوا يمتحنوا فيهم، اللي هو يوم الخميس الساعه 11 بالليل والجمعه الساعه 11 بالليل. دول هتلاقي فيهم الامتحانات الشامله موجوده. الامتحانات الشامله هتلاقيها امتى؟ الخميس والجمعه، بحيث ان انت مثلا في ماده معينه الكيمياء مثلا انت خلصتها، خلاص عايز امتحان شامل، امتحان شامل. مش عايز، عندك الجزئيات امتحان على كل باب، انت حر، وامتحان الخميس اللي بعديه. يبقى انا كل خميس وجمعه باذن الله هنزل امتحان على كل المواد. فلسفه هتلاقي امتحان فلسفه الخميس الساعه 11 والجمعه الساعه 11، امتحانين. عايز تمتحن الاثنين ماشي، عايز تمتحن واحد بس منهم ماشي، مش عايز تمتحن الاثنين عشان برنامجك مش كده، مفيش مشكله، امتحان الخميس اللي بعديه. طيب، شهر 5 خلص، شهر 6 نفس شهر 4 خلص عفوا، شهر 5 نفس الكلام، مخلي 5 مثلا للشوامل، براحتك خالص. انا معاك، اهم حاجه ان انت تمتحن وتجتهد باذن الله. يبقى احنا عرفنا اهو، كل امتحان شامل عايز تمتحنه هتلاقيه على المنصه الساعه يوم الخميس الساعه 11 والجمعه الساعه 11، وربنا يوفقك ان شاء الله. السلام عليكم.